Şeyh Casim bin Muhammed bin Thani'nin ortaya çıktığı şartlara baktığımızda hiç şüphesiz aslında o tarihte bölgede ciddi bir sıkıntılı devir yaşanmaktaydı. Çünkü bir taraftan mahalli kuvvetler Katar üzerinde baskı kurmuşlardı ve Katar'da nüfuz etme gayretleri içerisindeydiler. Diğer taraftan denizden ciddi bir şekilde İngiliz tehdidi bulunmaktaydı. Özellikle bölgedeki inci ticaretinden dolayı İngilizler ve banyan tüccarlar o bölgede sürekli varlıklarını sürdürüyorlardı. واجه الشيخ محمد بن ثاني أوضاعا صعبة وبجانبه الشيخ جاسم. كانت ثمة صراعات مفتوحة على أطماع لا تحد، وكان عليهما أن يواجها العواصف التي أريد لها أن تفرض سطوتها على قطر. نستطيع أن نصف النشأة أو البيئة التي نشأ فيها جاسم بأنه نشأ في بيت عز، بيت تاجر سري وجيه، شيخ أيضا كبير قبيلة، قبيلة كبيرة جدا تكاد تكون في تلاحمها وفي تحالفها هي الكيان الأشمل والأعظم في ذلك الوقت في التركيبة السكانية لبر قطر. الشيخ جاسم يتابع ملامح وجه أبيه وهو يواجه المرحلة الصعبة، ويرمي بنظره بعيدا استعدادا للأيام القادمة. كان يعيش عن قرب هموم القطريين وهواجسهم. بدا الشاب كأنه وعى باكرا حجم ما هو منتظر، حيث راحت خصال المخلص والمؤسس تظهر شيئا فشيئا. لقد استشرف الشيخ محمد في ابنه ملامح المستقبل، فأشركه في التجارة وأعطاه الاستقلال المالي، فزرع فيه الثقة والقوة، وهو ما ميز شخصيته حتى قبل أن يتولى موقعه كحاكم. الشخص المسؤول الآن أصبح الشيخ محمد بن ثاني. لو بصينا لسن هذا الرجل في هذه المرحلة نجد أنه كان قد تجاوز 60. إلى جواره كان ابنه شيخ جاسم بن محمد الثاني، أو جاسم بن محمد بن ثاني في ذلك الوقت. جاسم كان عنده 25 سنة في مطلع الخمسينيات، كان عنده تقريبا 25 سنة، شيخ وشاب. مطلع عام 1860، إنها الدوحة صارت دوحة على ضفاف الخليج ومقصدا من كل صوب. تزدهر الحركة التجارية في المدينة التي تحولت إلى محطة على طريق السفن التي تعبر الخليج بين الهند وصولا إلى البحرين والبصرة. نشطت أعمال الغوص واتسعت البلاد وازدهر العمران، كثر السكان وتبودلت العمولات. صار للدوحة ضواح ومنشآت وقرى وكيان يتكامل. الشيخ جاسم كان شريكا لوالده في إدارة الحكم وفي دفع الأخطار عن قطر بحنكته وتجربته وانفتاحه. كان رجلا كبيرا، إما بعشيرته أو تجارته أو محاربته لمن حوله أو التتفاهم مع الكثير من العشائر. في هذا السوق التي لا تزال، كانت السفن تنقل الأرز والتمور والجلود وبعضا من اللؤلؤ. وكان الشيخ جاسم يرعى أبناء قطر وهم صاروا أمامه أحرارا، لهم كيانهم وأرضهم ومجتمعهم الذي ينمو. فأحق العدل ورفع الظلم، وهو الذي أدى دوره كقاض وإمام وشريك حكم. الشيخ جاسم يضع ضوءا في عتمة المراحل، والضوء راح يشع بكل اتجاه. هو الإمام، وهو الخطيب، وهو القاضي، وهو الحاكم. تربى الشيخ جاسم تربية عربية أصيلة، تعلم الفقه وأصول الدين،
كان شاعراً حساساً مرهفاً وفارساً شجاعاً ممتلئ الانفعال والعزيمة. كان مقصد كل القطريين من مختلف القبائل والعشائر، فتحول إلى نقطة أمان لهم، وهو ما ساعده على أن يطمئن إليه الجميع. وجد في المسجد أجمل الأماكن، فكان يمضي معظم وقته في هذا المكان الطاهر. راح يؤم المصلين ويخطب فيهم، وكان من طول قامته يرى من الصفوف الأخيرة في المسجد. لم ييأس الشيخ جاسم حتى عندما أسر عام 1867، ظل مؤمنا بأنه سيعود قريبا لاستكمال مسيرة بناء قطر كدولة وكيان ووطن، وهذا ما نجح فيه، حيث كانت قطر أول دولة تقوم بمفهوم الدولة التي لها استقلالها الذاتي على يد الشيخ جاسم، وهو ما جاء بعد تضحيات ومواجهات وسجن وإبعاد. أحداث جسيمة تتعرض لها مناطق قطر، لعل من أخطرها ما جرى عام 1867. تتعرض الدوحة لاعتداءات ولهزة كبيرة، حيث خربت وشردت وغادر معظم أهلها أمام هول ما جرى. وفي رواية لويرمر ومصادر أخرى، فإن الدوحة والوكرة في نهاية عام 1867 أزيلتا تماما من الوجود. القطريون عادوا مرة أخرى واستعادوا الدوحة والوكرة، ودخلت قطر في 12 من سبتمبر من عام 1868 ضمن سلسلة اتفاقيات سميت السلام العام والهدنة البحرية، والتي وقعها شيوخ إمارات الخليج العربي مع الحكومة البريطانية، والتي تعهدت بدورها حماية المنطقة ومنع النزاعات وتنظيم الحركة البحرية. وبموجب هذه الاتفاقية ظهرت قطر أيضاً كإمارة مستقلة لها حاكمها، وغير خاضعة لأي سلطة من الخارج ولا من جانب جيرانها. Tabii unutmamamız gerekir bu bahsettiğimiz ittifaklar Ahsa askeri harekatından önce gerçekleşmiştir ve bu ittifaklar birçok Arap emiriyle başlayan bir takım görüşmeler neticesinde olmuştur. Fakat diğer ittifaklarla Katar'ın bu ittifak içerisinde yer almasının arasında fark vardır. Diğer ittifaklar doğrudan doğruya İngilizlerle olan bir takım görüşmeler neticesinde olurken, burada adeta Katar'ı böyle bir ittifaka zorlamışlardır. Çünkü 1868'lerde İngilizlerin iddiası Katar Bahreyn'in bir parçasıdır. Bu yüzden Bahreyn'in girdiği her türlü ilişki veya her türlü ittifak Katar'ı da bağlar.